على مؤهلة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة في أعداد السائحين، حيث نستهدف توظيف شخص على الأقل في كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة، وكذلك تشجيع تمكين المرأة على الدخول في سوق العمل السياحي طبقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. حقيقة معالي الوزيرة أشارت في إطلاق استراتيجية أو خطة الإصلاح الهيكلي إن إحنا مرتبطين بخطة أو بالأهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة، والحقيقة لما هتعرض على حضراتكم الاستراتيجية المفصلة هتلاقوا إن كل هدف من هذه الأهداف له المحور اللي بيخدمه داخل خطة الإصلاح الهيكلي وداخل خطة تنمية الموارد البشرية داخل القطاع. طيب آخر حاجة، ربط التعليم باحتياجات سوق العمل. الحقيقة المحور ده في نوع من التنسيق المستمر مع الاتحاد برضو والغرف المختصة ومؤسسات التعليم العالي والفني، وأنا مش عايزة أشرح ما تم فيه، لكن أنا هشير إلى إن شاء الله قريبا جدا في خلال أسابيع هيبقى في اجتماع موسع طبعا بوجود مشروع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وكل الوزارات المعنية، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم والقوى العاملة، لأن هذا الجزء بالتحديد لازم يكون فيه كل الأطراف مجتمعة مع بعض علشان نطلق ما سوف يتم عمله وما تم الترتيب له خلال الفترة الماضية. قبل ما اختم مع حضراتكم احب بس اشير ان جزء كبير جدا من التدريبات كان متعلق بالتدريبات داخل الوزارة نفسها. احنا زي ما بندرب خارج القطاع او بنسعى الى رفع كفاءة العنصر البشري خارج القطاع، كان في خطة لرفع كفاءة العنصر البشري داخل الوزارة. واهم ما تم عمله في الفترة اللي فاتت ان احنا تم تأهيل عدد كبير جدا من المفتشين في قطاع الفنادق.